بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، نشكر القائمين على تنظيم هذه الندوة المباركة التي هي ندوة كما نعلم تمس جوانب متعددة من حاجاتنا الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكلنا أحوج ما نكون إلى تحصيل هذا المفهوم وتثبيته في النفوس وتثبيته في المجتمع وتفعيله كذلك من أجل أن يحصل لنا ما نصبو إليه وما نحقق به غايتنا ومقصدنا من هذه الحياة، وهو الإحساس بالأمن والسلم والسلامة والحفظ والرعاية والطمأنينة والسكينة. فكل كائن خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا فطريا سليما، إلا وخلقه ليبقى سالما ومحفوظا من كل إذاية، وليبقى على أصله وعلى خيريته التي خلقه الله من أجلها. خلقت عبادي حنفاء فاجتنبت المشتركين، فأصل الخلقة الربانية كما نعلم جميعا هو أنها خيرة وأنها فطرية وأنها على الخير، لكن التدخل البشري هو الذي يصنع الإفساد ويصنع التخريب ويصنع التغيير ويصنع الإعوجاج في الأشياء. لذلك سأتناول الموضوع كما كان قبله حول مفهوم الأمن في القرآن وسياقته في القرآن الكريم، لكنني رأيت أن مداخلات الصباح وخاصة مداخلة الأستاذ الجليل الدكتور محسن تناول مفهوم الأمن، وكذلك مداخلة أحد الأساتذة الآخرين حين تناول مفهوم الأمن وسياقته اللغوية والاصطلاحية، لذلك رأيت أن أعرج على بعض القضايا المتصلة بالموضوع اتصالنا، لكنها تتناول ما رأيت أنه غائب في المداخلات، وهو كيف أن الأمن أو كيف طبق الأمن في مؤسساتنا الاجتماعية قديما وحديثا، كيف ما هي الوسائل التي طبق بها وفعل بها هذا المفهوم، مفهوم الأمن والسلم اجتماعيا. ونحن نعلم أن هذا المفهوم، مفهوم الأمن والسلم، قد تطور بين البيئة الأولى التي نزل فيها القرآن الكريم وبين مفهومه اليوم. قديما كان الأمن مرتبط بالمحيط القبلي والدولي البدائي من الفرس والروم، واليوم توسع مبيول الأمن ليشمل جوانبه المتعددة: الأمن النفسي، الأمن من الخوف، الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الصحي إلى آخره. كما أن الأمن الذي منطلقه الإيمان والتدين صارت له منطلقات أخرى. فنحن نعلم أن الأمن من الإيمان، وأن الأمان من الإيمان، والمؤمن مؤمن لنفسه ومؤمن لبيئته ولغيره. لكن مفاهيم الأمن في العصر الحاضر لم يعد منطلق الإيمان بقيمته العقدية الربانية هي مصدر ذلك الأمن، بل صار الأمن يؤخذ من فلسفات أخرى ومن منطلقات أخرى. لذلك فإن إشكالية كون المسلم اليوم أو هذا التضارب في المفهوم والتضارب في مصدرية المفهوم خلق لنا إشكالية في تبين المفهوم. هذه الإشكالية ما مفادها؟ مفادها أن المسلم اليوم صار مصدر للخوف. قديما كان المسلم المؤمن مصدر للأمن والطمأنينة والسكينة والهداية والحفظ، لكنه اليوم صار مصدر للقلق وللخوف
ولتشويشي على البرامج وعلى الاختيارات البنائية والفكرية عامة. والسبب في هذا الخلل هو ما تلبس بالمفهوم من خلل من جهة وبسلبيات التوظيف كذلك من مختلف الجهات بحسب ما يحقق مصلحة الجهة الموظفة. فكل جهة تريد أن تأخذ هذا المفهوم وتوظفه لصالحها، كما نعلم أن فرعون حينما أراد أن يضل الناس عن طريق موسى ماذا قال له؟ قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. بعد أن قال له موسى يا قوم اتبعوا سبيل الرشاد، فجاء فرعون ليرد عليه ويحاجر بنفس المنهجية التي صار بها موسى، فقال فرعون يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن أيهما سبيل الرشاد؟ هل هو سبيل فرعون أم سبيل موسى؟ كذلك الأمن اليوم، كل يدعي أنه يريد أن يحقق الأمن ويسعى لتحقيق الأمن، لكن منطلقات الأمن كما قلت لكم تغيرت. بعد أن كان الأمن في تأسيسه الرباني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤسسا على الإيمان، على السكينة، على الطمأنينة، على التزكية، على التربية، على الخير، صار الآن يؤسس على المصلحية الفردية أو الجماعية أو الدولية. فكل دولة رأت في طائفة من الناس أنها لا تعمل لصالحها تنعت تلك الطائفة بأنها مخالفة للأمن وبأنها لا تحقق الأمن وبأنها ضد الأمن الدولي والسلم الاجتماعي وكذا وكذا. إذن فمصدر الأمن تغير، لذلك اضطرب المفهوم. ونحن نعلم قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع حارسه، حارس بيت ماله، حين قال له، تعرفون قصته، حين أراد أن يعني طلب منه أن يطعنه بخنجر، فأحس به عمر فأرسل هذه الحكمة وهذا المثل السائر الذي صار بعد مثلا سائرا، حين قال من مأمن يؤخذ الحراء، من مأمن يؤخذ الحراء. احتصرنا الآن لا ندري كما قلت حقيقة المفهوم. ولذلك فتأصيل المفهوم وتطبيقاته الاجتماعية هو من آكد ما ينبغي تناوله. وأول ما يؤثر في هذا المعنى هو التلازم الواجب بين المؤمن والمسلم، فهما صفتان متلازمتان تدل الأولى منهما على تحقق معنى الأمن بمفهومه المطلق في النفس والذات المتصفة بفعل الأمن لمن آمن واجدد إيمانه بالمطلوب منه، حتى تستقر الصفة في الذات استقرارا ثابتا فيصير مؤمنا بغير قيد حرف، يعني مؤمن بماذا أو مؤمن لكذا. أو المؤمن كما وصف في القرآن هو مؤمن، الذين آمنوا لم يرد في القرآن إلا قليلا آمنوا بالله أو آمنوا بكذا. ولذلك كما سأطبق على الآية الكريمة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هي مطلقة بغير قيد. فالمؤمن شعاع منير من الأمن ينبع من القلب والروح والفكر ليشع على الذات وعلى المجتمع أمنا، يشع ماذا؟ ليشع أمنا متجليا وسلما ظاهرا يظهر الله به هذا الخلق في المجتمع المسلم. إن الأمن بمفهومه الاجتماعي يتناول حقيقة تأمين الناس في معاشهم ومعادهم، حقيقة تأمين الناس في معاشهم ومعادهم، وهذا ما يتميز به مفهوم الأمن في الإسلام، وأنه يتجاوز الأمن الاجتماعي، الأمن النفسي، الأمن الدنيوي إلى الأمن الأخروي. ولذلك حينما يموت أو حينما يحتضر يكون المسلم في حالة احتضار المؤمن، إن الذين قالوا ربنا الأرض استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو قديم ولا تحزنوا على ما فات. قلت لأنه يتحقق بمفهومه الاجتماعي الدنيوي والأخروي
ولذلك وبهذا يتميز عن السلم أو عن السلم. فالسلم أمن ظاهر والأمن سلم باطن وأمن ظاهر ومستقبل وكله وعام وعام بصفة عامة. ويصدق هذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا هناك تمييز بين الإيمان والإسلام، لأن الإيمان كما نعلم هو إيمان باطن، إيمان قلبي دنيوي وأخروي، أما السلم والإسلام وأسلم إلى آخره فهو يتعلق بظواهر الأشياء، وهذا معروف لدى العلماء. تجليات الأمن في السياقات القرآنية. إن تجليات الأمن في السياقات القرآنية كثيرة جدا، يمكن أن أدرسها من خلال بعض الآيات. قال تعالى في سورة قريش: وآمنهم من خوف. نقارن بعجالة بين هذه الآية وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن هنا أمن ظرفي، أمن زماني، أمن متعلق بالفعل. لكن حينما تحقق الأمن وصار سلوكا وصفة ذاتية في المجتمع كله، نزل قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا ما الفرق حين إذا أردنا أن نميز الفرق بين آمنهم من خوف وبين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ هذه الجملة الإسمية كما نعلم لهم الأمن هي خبر عن أولئك، وقدم فيها المتعلق الذي هو لهم عن الأمن للدلالة على ثبيته وعلى استقراره فيهم، لهم لا لغيرهم، لهم لا لغيرهم الأمن وهم مهتدون. ومنه قوله تعالى كذلك: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منذرين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به. ونحن نعلم أن الطمأنينة والاطمئنان والسكينة والسكن هي من مفاهيم الأمن التي وردت سياقتها في القرآن الكريم. أما مؤسسات الأمن، أكتفي بهذين النموذجين أو ثلاثة. أما مؤسسات الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع المغربي، فقد لوحظ في القرنين الأخيرين إخراج مفهوم الأمن والسلم وتطبيقاتهما من المحضن الاجتماعي إلى التداول السياسي، إلى التداول الثقافي السياسي، وهذا من أخطر التغيرات التي حصلت لهذا المفهوم في مجتمعنا المغربي. قديما بل إن هذا الخطر أثر على مفهوم العمران وعلى قصور تدبير العمران في مجتمعنا. إن التاريخ يمدنا بما به نقتنع بأهمية المؤسسات المجتمعية في تحصيل الأمن، وأهم هذه المؤسسات مؤسسة البيت، مؤسسة القبيلة، مؤسسة المسجد، ثم مؤسسة الجوار. كان الناس قديما حتى في الجاهلية كانوا يجيرون بعضهم بعضا، وأقر هذا الخلق القرآن الكريم حين في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. كذلك الزاوية، قديم كانت الزوايا تحقق مصدرا كبيرا ومحضرا كبيرا للأمن. ونعرف كيف كانت الزوايا تقيم الولائم، تقيم الصلوات، تقيم الأذكار، تقيم العبادات، تقيم يعني القراءات القرآنية إلى آخره لتحصيل الأمن للناس، كما أنها تؤمن كانت في صلح مع ولاة الأمور، فكانت الزوايا تقوم بهذه الأدوار. لكن الآن صارت هذه الزوايا لا تقوم بهذا الدور الذي أمنت به قديما. وكلنا يدرك قيمة الزوايا في المجتمع وأهميتها في تأمين أحوال الناس وأحوالهم في أحوال المجاعات والحروب، وكانت جامعة وكان لها أهمية في الاستقرار كذلك وفي عقد الصلح والسلم بين القبائل والجماعات والدول والإمارات. كذلك مؤسسة الحسبة،
مؤسسة الحزب كانت تقوم بوظيفة كبرى في تحقيق الأمن، ولنا عرض مع الأستاذ نشيد رشيد في مؤسسة الحزب وأهميتها في تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع المغربي. مؤسسات التضامن الاجتماعي وما لها من فوائد. كذلك بعد هذه المؤسسات يمكن أن نستخلص من السياقات القرآنية التي سبق أن ذكرتها، وأن أختم ببعض القواعد القرآنية في تثبيت الأمن وجعله معروفا حتى يصير هذا الأمن وهذا المفهوم الذي نتداوله يصير معروف من المعروف الذي أمرنا بتأسيسه. أول هذه القواعد هي قاعدة الصلح. قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. دائما الصلح يسهم في تثبيت الأمن في المجتمع. كذلك في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قاعدة الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن فالحرابة أيضا هي من قواعد أساسية في تحقيق مفهوم الأمن والسلم الاجتماعي. قاعدة الجباية: قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. فالأمن والسكن أمران. إذن انظر كيف ربط الله سبحانه وتعالى في هذا السياق بين الزكاة وبين السكن: إن صلاتك سكن لهم. قاعدة البيعة الولاء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم قاعدة حسن الخلق وخاصة أخلاق سورة الحجرات: من حسن الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كذلك ثقة والتواضع وعدم الغيبة والسخرية. وكذلك الأخلاق أو القواعد الأخلاقية العشرة من سورة الفرقان التي تبدأ بقوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس إلى آخره. ثم قاعدة اللين وخفض الجناح والمجادلة بالتي هي أحسن. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم.